ترنيمة وعود للرب المعبود، برفع صلاة وتسبيح حمد وسجود. ترنيمة وعود لإله الجود، بطلب ملك المسيح على حياتي سود. من فيض القلب عرفان وحب، ترنيمة جديدة برنم للرب، وغني لسيدي لحني وأناشيدي، ورنم لإلهي ما دمت موجود. ترنيمي وعود، ترنيمي وعود، ترنيمي وعود، ترنيمي وعود. سلام المسيح، برحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج ترنيمة وعود. وفي البداية بحب أشكر كل الأخوة والأخوات اللي بعتوا اقتراحات وتعليق ونقد بناء. أنا بتعلم من هالأشياء ونتعلم مع بعض، لأنه الهدف إنه كلنا مع بعض نخدم اسم المسيح ونعلي اسمه في هالبرنامج، ونسعى لنوصل للأقرب صورة أكمل وخدمة أوسع وأقرب لكل واحد فينا. ترنيمتنا اليوم اسمها خلني معك، يعني خليني معك. كنت بتأمل في إنجيل لوقا بالذات الإصحاح 24، بيتكلم عن قصة التلميذين من عمواس. كانوا ماشيين في الطريق وقابلوا شخص ما عرفوه، كان شخص الرب يسوع طبعا، وكان بيكلمهم، وكان في حديث طويل. وأنا بقرأ في الحديث في أشياء كثير قريتها في الحديث مش مكتوبة، اللي بتخليهم في الأخير يقولوا له أمكث معنا فقد مال النهار. فحسوا أنه في قرابة، فحسوا أنه في صلة مع الشخص، قدم شيء مختلف بيخليك أنك تقول له أمكث معي، خليك معي يا سيد. فأنا كنت بتأمل بهالشخصية العجيبة، شخصية يسوع المبارك، وحسيت أنا بنفس المشاعر وأنا في بداية مشواري مع يسوع. كل ما بتعلم عنه أكتر، كل ما بعيشه أكتر، بحس أنه في جاذبية غريبة لهالشخص بتجذبني إله وبتخليني معه دايماً. وبحس بضعف كبير لما ببعد، لما بقراش الإنجيل، لما ما باخد خلوتي معه. فبقول له بالترنيمة خلني معك، خليني معك يا سيد، خليني معك، لأنه أنا معك قوي وأنا بعيد عنك ضعيف، وأنا معك بنمو وبكبر فيك ومعك يا سيد. أشكره وعظم اسمه القدوس، لأنه كل من التصق به، كل من كان معه كبر ونمى ونضج في حياته الروحية، وعاش فعلا وذاق ما أطيب هذا الإله العظيم. كلمات الترنيمة بتقول خلني معك، خلني معك، اقبلني بيك أتحد، خلني معك، أتبع خطاك، أتبع خطاك وما أبي غيرك أحد، أتبع خطاك. أنت الطريق وأنت لي الحق، الحق والحياة، أوفى صديق، باب قلبي دق وما له مصلحة، خلني معك. هون بس بحب أوقف لحظة عند الأوفى صديق، باب قلبي دق. في سفر الرؤيا الإصحاح الثالث بيقول إنه هو واقف على الباب ويقرع. إذا فتحت باب قلبك إله بيدخل معك، بيتعشى معك وإنت معه. يعني الرب يسوع ما بيقتحم خصوصيات ولا إرادة حد، يعني أعطانا فعلا 100% حرية مطلقة وكاملة للاختيار. فأنت اليوم لو تسمعني، هو بدق على بابك، افتح بابك، افتح بابك، يعني بالمعنى العام أنه استقبل منه، كن جاهز تاخد منه اللي بتصلي فيه واللي بتطلبه. هو قادر أنه يوضح نفسه ليك اليوم. افتح قلبك وخلي المسيح يدخل. فأنا بقول له خلني معك، خلني معك في دنيا مبهى أمان، خلني معك، من لي حم، من لي سواك، في عشرته ألقى ضمان، من لي سواك وابقى في حماك. يسوع سر بهجتي، صرت لي كل دنيتي وكل غاية منيتي، أعيش برضاك، خلني معك، اسكن معي، اسكن معي يا سيدي، اسكن معي وزيدني سعي، مثلك وبيك أنا اكتدي، زيدني سعي إلين أراك، إلى أن أراك يا سيد، خلني معك. يسوع سر بهجتي، صرت لي كل دنيتي وكل غاية منيتي، أعيش برضاك، خلني معك. والبيت الثالث بيقول ليك السجود،
ربي يسوع أنت الملك ليك السجود، روحك يسود، روحك يسود ويمتلك، روحك يسود كما في سماك. يسوع سر بهجتي، صرت لي كل دنيتي وكل غاية منيتي، أعيش برضاك، خلني معك، خلني معك. تعالوا نسمع الترنيمة مع بعض. ترنيمة وعود. وترنيمة خلني معك مكتوبة على درجة الري مقام الكرد، أو الري أو الدي. مقام الكرد ممكن عزفه على آلة غربية مثل البيانو أو الجيتار، لأنه ما فيش في الرباع أو الهاف شاربس هاف فلاتس. دي إي فلات إف جي أي بي فلات سي دي. مقام الكرد. خلني معاك، خلني معاك، اقبلني بيك اتحد، خلني معاك، اتبع خطاك، اتبع خطاك، وما ابي غيرك احد، اتبع خطاك، انت الطريق وانت لي الحق، الحق والحياة، اوفى صديق باب قلبي دق وما له مصلحة. خلني معاك يسوع سر بهجتي، صرت لي كل دنيتي، يسوع سر بهجتي، صرت لي كل دنيتي وكل غاية منيتي، أعيش برضاك، خلني معاك، خلني معاك. خلني معاك، خلني معاك، في دنيا مبهى أمان، خلني معاك، من لي سواك، من لي سواك، في عشرتك ألقى ضمان، من لي سواك، وابقى في حماك. يسوع سر بهجتي، صرت لي كل دنيتي، يسوع سر بهجتي، صرت لي كل دنيتي وكل غاية منيتي، أعيش برضاك، خلني معاك، خلني معاك. Thank you.
أسكن معي أسكن معي أسكن معي يا سيدي أسكن معي وزدني سعي زدني سعي مثلك وبيك أنا اقتدي زدني سعي إلين أراك يسوع سر بهجتي صرت لي كل دنيتي يسوع سر بهجتي صرت لي كل دنيتي وكل غاية منيتي عيش برضاك خلني معاك خلني معاك السجود ليك السجود ربي يسوع انت الملك ليك السجود روحك يسود روحك يسود روحك يسود ويمتلك روحك يسود كما في سماك يسوع سر بهجتي صرت لي كل دنيتي يسوع سر بهجتي صرت لي كل دنيتي وكل غاية منيتي أعيش برضاك خلني معاك خلني معاك خلني معاك خلني معاك اقبلني بيك اتحد خلني معاك اتبع خطاك اتبع خطاك وما ابي غيرك احد اتبع خطاك انت الطريق وانت لي الحق الحق والحياة اوفى صديق باب قلبي داك وما له مصلحة خلني معاك بودعكم أحبابي وإن شاء الله بشوفكم الحلقة الجاي الرب يبارك حياتكم ويقودكم دايما في نعمته ترنيمي وعود